بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء. في تكملة هذه الدورة التعليمية للكنترول البوت والنشر الآلي والاحترافي والمتقدم على قنوات التليجرام، كنا قد استعرضنا في الدروس السابقة مقدمة حول استخدامات البوت وميزاته، وقد استعرضنا بعض الأمثلة حوله، والآن نبدأ بالعمل على الكنترول بوت بشكل عملي وتطبيقي. في البداية يجب أن تمتلك على الأقل قناة تيليجرام واحدة أو أكثر. إذا لم تكن تمتلك يجب عليك إنشاء قناة جديدة، ثم يجب علينا الدخول إلى البوت الأب وهو بوت فاذر لإنشاء بوت جديد خاص بقنواتك أو قناتك أو قنوات أصدقائك التي ترغب في النشر فيها، وأيضا إضافة هذا البوت كمشرف وإداري إلى القنوات التي ستنشر فيها. إذا نبدأ في البداية بإنشاء قناة تيليجرام جديدة أو العمل على قناتك الحالية. إذا كما ذكرنا إذا لدينا الآن قناة اسمها Test Channel 1، لإنشاء قناة جديدة يمكنك الذهاب إلى هذا المكان ثم الضغط على New Channel ثم اختيار اسم للقناة مثلا Test Channel 2. إذا كان هناك وصف يمكنك إضافته هنا ثم Create. الآن هل هي قناة عامة أم خاصة؟ اختار عامة ثم نضع لها ID أو رابط معين. إذا كان هناك أي أعضاء تريد إضافتهم يمكنك إضافته من خلال هذه القائمة. سأختار تجاهل أو تخطي. الآن لدي قناة تيست 1 وتيست 2 للتجريب عليهما. في البداية يجب إنشاء بوت لإضافته إلى القنوات ليتم النشر من خلالهم بشكل آلي أو بالطريقة التي نرغب فيها. إذن يجب علينا الدخول إلى البوت الفاذر أو البوت الأب، هو المسؤول عن إنشاء البوتات وبرمجتها. ونريد لفت الانتباه ب أننا لن نقوم بشرح أي تعقيدات أو أشياء خاصة بالأكواد البرمجية المعقدة أو الغير مفهومة. كل ما هنالك سيكون نسخ لصق إدراج وإلى آخره. إذا ننتقل الآن إلى البوت فاذر. هذا هو البوت فاذر. نضغط على Start. الآن تظهر لنا قائمة بالأوامر التنفيذية التي يمكن استخدامها. سنستخدم الأمر New Boot. الآن يخبرنا بكتابة اسم لهذا البوت، فمثلا سنختار اسم مثلا Auto Test. Auto Test تم إضافة الاسم بنجاح. الآن يخبرنا بإضافة رابط أو ID لهذا البوت. سنستخدم نفس الاسم Auto Test Underscore Boot. الآن تم إضافة البوت بنجاح. هذا هو الاسم الخاص بالبوت وهذا هو الرابط الخاص به. عندما نريد أن نبحث عن البوت نستخدم هذا الاسم. بعد إنشاء البوت يعطينا كود اسمه كود التوكن، هذا الذي سنضيفه إلى الكنترول البوت لإضافة البوت إلى الكنترول بولت وإلى القنوات. إذن بعد إنشاء البوت ننتقل إلى القنوات التي سنستخدمها في النشر الآلي. مثلا هذه هي القناة الأولى. نذهب إلى الخصائص ثم Administrators.
ثم نضغط على Add Administrator، ثم نبحث عن اسم البوت الذي قمنا بإنشائه الذي اسمه Auto Test Underscore Boot. هذا هو البوت الذي أنشأناه، نعطيه الصلاحية التي تلزمنا، مثلا الخيار الأول لتغيير إذا كان بإمكانه تغيير إعدادات معلومات القناة، الإعداد الثاني إذا كان بإمكانه النشر، والثالث تحرير أو تعديل المنشورات من مستخدمين آخرين، والثالث حذف المنشورات من المستخدمين الآخرين، والخامس إذا كان بإمكانه إضافة مستخدمين جدد وإضافة مشرفين جدد. ننتقل للقناة الثانية، وأيضا بنفس الطريقة نقوم بإضافة البوت إلى القناة. الآن تم إضافة القنوات، الآن ننتقل إلى الكنترول البوت لربط القنوات بالبوت هذا ليتم العمل عليها فيما بعد. نبحث عن كنترول البوت، هذا هو كنترول البوت، نضغط أو نحدد Start. في البداية يخبرنا بأنه يجب عليك إضافة قناة على الأقل لبدء العمل فيها. هناك بعض التعليمات التي سيتم شرحها في الفيديو، وإذا أردت تطلع عليه أيضا لا بأس. أولا نذهب إلى Add a new channel، أو من Channels هنا نحدد Channels ونختار Add new نفس الطريقة. هنا يخبرنا بضرورة الاتصال بالبوت، نختار Connect Boot، ثم يخبرنا بأن نفتح البوت الأب Boot Father، ثم Create a New Boot، وقد قمنا بإنجاز هذه الخطوة. الآن هنا يخبرنا بأن نضع التوكن في التوكن هنا ليتم ربطه، سنأخذ التوكن، هذا هو التوكن، نقوم بنسخه ثم بلصقه هنا ثم انتر. الآن يخبرنا بأن نضيف هذا البوت إلى القناة التي نرغب بالنشر فيها، ثم نعيد توجيه أي رسالة من القناة إلى هذا البوت ليتم الربط. الآن هذه القناة الأولى يوجد هذه الرسالة test post، نقوم ب forward message إلى البوت، success تمت عملية إضافة القناة بنجاح. أيضا يوجد القناة الثانية هذه لا يوجد فيها أي منشور، نضع أي منشور كان أو نختار نص. بعد إضافة القناة نضغط مرة أخرى على channels لنضيف القناة الثانية add channel، هنا يخبرنا بأي بوت تريد استخدام، هل هو بوت جديد أم نفس البوت الذي قمنا بإضافته؟ لا، نفس البوت. الآن سنعيد توجيه رسالة من القناة، أي نص كان، أنا وضعت هنا نص تكست اسميته forward، تم إضافة القناة بنجاح. الآن أصبح النشر في القنوات جاهز ويمكننا استخدامه، ولكن قبل النشر يتعين علينا تعيين بعض الإعدادات الخاصة. نذهب إلى Setting، ومن ثم إلى Change Language، تختار اللغة التي تريدها مثلا English. أيضا نذهب إلى Channels، هذه هي القنوات المضافة، إذا أردت إضافة
أي قناة جديدة بمجرد الضغط على Add Channel. مثلا القناة الأولى، حددنا القناة الأولى، وهنا بعض الإعدادات مثلا Update Channel Info، يمكنك تغيير إعدادات أو معلومات القناة. ما يهمنا هو أن نقوم بتغيير الوقت المحلي لهذا البوت حسب الدولة التي تقيم فيها. فمثلا أنا منشوراتي أريد أن أنشر الساعة 7، الساعة 8، الساعة 9 مثلا مساء، فأنشر حسب التوقيت بلدي. أنا حاليا أعيش في الأردن، سأضغط على Change Time Zone. الـ Current Time Zone ليست متوفرة. يخبرنا Send me the name of the city. سأكتب جوردان، أكتب اسم الدولة. ثم نضغط على Yes, it's right. أيضا القناة الثانية بنفس الطريقة، Change Time Zone. الآن تم إضافة التوقيت الذي اخترته تلقائيا، فمجرد فقط اختاره. أيضا بعض الإعدادات في Channels، Manage Admin إذا أردت إضافة مستخدمين آخرين إلى القناة ليساعدك في النشر. فمثلا نختار المانج ادمن، اد ادمن، فورورد تو مي اني مسج فروم ذا يوزر يو وانت تو. فهنا يخبرنا ان نقوم بارسال رساله من اسم المستخدم الذي نريد ان يقوم باستخدام البوت. فمثلا سنستخدم هذا الاسم، ساقوم بارسال رساله يتم إعادة توجيهها. هذه رسالة عشوائية، سأقوم بإعادة التوجيه إلى الكنترول البوت. الآن تم إضافة هذا المستخدم ليقوم باستخدام الكنترول البوت من خلال اسمه. أيضا إذا أردت تغيير اتصال البوت، إذا أردت حذف القناة، وهنا تحديث معلومات القناة، تم تحديث معلومات القناة وأصبح الآن عمل البوت جاهز ليبدأ العمل والنشر. ونلقاكم في الدرس التالي إن شاء الله لنبدأ العمل واستخدام بعض الميزات الجميلة واللطيفة في هذا البوت. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.